حول الموضوع تنضم لنا عبر الهاتف من نيويورك سارة الشهيل، مدير عام مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر. سيدة سارة، مساء الخير، أهلا بك معنا. عندما نتحدث عن الاتجار بالبشر، عندما نتذكر هذا اليوم يخطر في بالنا ممارسات داعش بحق المدنيين، بحق النساء، بحق الأطفال، من خلال اختطاف الفتيات سبي النساء، ما فعله أيضا من جرائم بحق الإيزيديات. من خلال المعلومات لديكم، من خلال دراسات والتقارير عن هذا الموضوع، ما الذي تستذكرينه في هذا اليوم فيما يخص ممارسات داعش؟ أهلا وسهلا بكم. طبعا خلينا احنا نرجع نقول عن ظاهرة الاتجار بالبشر، اللي هي الظاهرة هي ليست بالجديدة، هي ظاهرة أزلية منذ الأزل، لكنها تفاقمت في العصر الحديث حاليا الحين، وخاصة بما على أيدي بما يسمى بالدولة الإسلامية أو التنظيم الإرهابي داعش. طبعا ظهرت اتجار البشر، يعني ظهرت إذا بنلاحظ ظهرت بشكل لافت يعني للنظر في السنوات الأخيرة، يعني مع بالتزامن مع تردي الأوضاع في المناطق التي يسيطر عليها اللي هو تنظيم داعش الإرهابي. تنظيم داعش الإرهابي تحت ستار الدين، وقيامهم باسترقاق طبعا الاسترقاق واستغلال النساء، وخاصة إذا رأينا أو لاحظنا الفتيات الصغيرات يعني وبيعهن وتاجر فيهن. تاجر فيهن لماذا؟ يعني تحت ذريعة بما يسمى بالجهاد الديني، والدين منهم براء طبعا. ونتيجة لذلك يعني نشوف أن ظهرت عصابات منظمة من خلال هذا التنظيم تعتمد على المتاجرة بالنساء والأطفال لأغراض الجنس. طيب، من خلال تقاريركم ومتابعتكم لهذا الملف سيدة سارة، الفئات العمرية التي معرضة بشكل أكبر للاتجار بالبشر ما هي؟ وأيضا الجنس، هل هم الذكور بشكل أكبر أم الإناث؟ طبعا هي الفئة المستضعفة الإناث وخاصة الأطفال. احنا نشوف هني ان تعرض للفتيات الصغيرات، وهم دائما يعني يختارون الفتيات الصغيرات الاقل سنا، يعني الاصغر سنا اللي 13 حتى 10 سنوات. يعني يمكن انا في المركز انا طبعا استقبلت فتيات صغيرات اطفال 6 سنوات وتسع سنوات، يعني فما بال المنظمه او الارهابيه هذه اذا كانت ما تشتغل هالفئه، فهي تستغل الفئه هذه الصغيرات السن وتزجهن الى يعني الى الرجال او بما يسمى بالنكاح الاسلامي او الزواج. نعم. طيب، مركزكم ماذا تقدمون في المركز لاستقبال هؤلاء الضحايا، لاعاده تاهيلهم، لايوائهم، لاعطائهم فرصه جديده للحياه مره اخرى؟ احنا في مراكز، طبعا مراكز ايواء النساء ضحايا الاتجار بالبشر، هناك مركزين، مركز للذكور والانثى، ولكن انا نستقبل طبعا الحالات، يعني الحالات من الضحايا الاتجار بالبشر معظمهم من النساء والاطفال يعني، لكن طبعا يكونوا في حاله هيئه يرثى لها عند قدومهم للمراكز. هناك طاقم خاص من تخصص من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمشرفات، يعني طبعا يحتضنون الضحايا في البدايه يكون احتضانهم اسريا قبل ان يكون هناك علاج نفسي، يعني فتكون طبعا الاحتضان الاسري يخليهم يعني لما يهدون نفسيا بعدين نبتدي معاهم العلاج النفسي. نقدم العلاج النفسي، تدريبات والبرامج والأنشطة، وكل ما يساعدهم على التأهيل والعودة إلى أوطانهم. طيب جميل، لكن هل بإمكان أي شخص يعني من الضحايا أن يتواصل معكم والالتحاق، أم هناك شروط وضوابط معينة؟ طبعا المركز أين يتواجد بالتحديد، وأيضا هل لديكم أفرع أخرى؟ طبعا يتواجد المركز، عندنا مركزين هناك في أبو ظبي، مركز للنساء والأطفال ومركز للذكور. يتواصلون معنا عبر الخط الساخن، عبر الخط الصخر، والخط الصخر متوافر، متواجد حتى في المطارات، متواجد في كل مكان، يعني على الويب سايت، على طريق ايضا كذلك احنا نستقبل الحالات من عده جهات، يعني ليس فقط عن طريق الخط الصخر هذا. طيب، ما هو الخط الساخن؟ اذا ما نذكر به ربما نكون وسيله لبعض الاشخاص الذين يحتاجون المساعده. نعم، الخط الساخن ما هو؟ اللي هو طبعا 800، ظاهر اني انا نسيت الرقم الحين حاليا. طيب، قلتي بانه نعم 800 سيف. طيب بس ممكن لقيب الانترنت، لقيب في اي مكان؟
نعم في الانترنت وفي الويب سايت اللي خاص فينا احنا، خاص في مراكز ايواء. 800 سيف قلتي هذا استاذة سارة؟ 800 سيف. نعم 800 سيف. نعم. طيب أستاذة سارة، يعني كلمة أخيرة في هذا اليوم، وباعتبار بأنه لديك تجارب واستقبلت عدد كبير من الضحايا وعشت قصص معاناة كبيرة في المركز، ماذا تقولين؟ أقول والله إن هذه يعني طبعا هي هذه جريمة، يعني جريمة يندى لها الجبين، وأنا أقول نوحد الجهود في محاربة هاي، تضافر الجهود في محاربة هذه الآفة المشينة، يعني يكون أفضل لو نضع منظومة مشتركة، المنظومة المشتركة تكون عالمية أو إقليمية أو محلية أو على المستوى الخليجي أو الإقليمي، مشتركة موحدة لمكافحة هذه الجريمة، لأن هذه الجريمة عالمية ومنتشرة يعني بطريقة غير طبيعية خاصة في الآونة الأخيرة. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة. معنا السيدة سارة الشهيل، مدير عام مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. شكرا جزيلا لك.